فعاليات الحوار الوطني ما زالت مستمرة، ونواب البرلمان ليهم مشاركة كبيرة في جلسات الحوار الوطني. عندهم أفكار كتير فيما يخص الملفات اللي بتهم المواطن. خلينا نتابع مع بعض لقاء مع النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. في الحقيقة النهاردة الحوار الوطني بيناقش موضوع غاية في الأهمية بالنسبة لكل مهتم بالعمل السياسي، وهو موضوع الأحزاب السياسية. وفي تقديري لما نيجي نبص على هذا الموضوع لازم ننظر ليه من كل الزوايا، ونحاول نوصل لأصل المشاكل اللي بتواجه الأحزاب السياسية علشان نوصل لمعالجات سليمة، وده بالفعل بيتم مناقشته في الوقت الحالي. وأنا في تقديري لما نيجي ننظر إلى موضوع الأحزاب السياسية يجب أن نبحث في الجذور. بداية التعددية السياسية للدولة الوطنية المصرية كان سنة 1976، القانون الذي ينظم تلك الممارسة صدر سنة 1977 في ظل دستور 71، تعاقبت الدساتير، دستور في 71، دستور في 2012، والدستور الحالي في 2014 وتعديلاته في 2019، وما زال هذا القانون مستمر. العديد من التعديلات جرت على هذا القانون وصولا لآخر تعديل تم عليه في شهر مارس 2011، وده في تقدير فرغ القانون من محتواه. احنا في حاجة ماسة الى قانون جديد ينظم الحياة الحزبية في مصر ويتسق مع المادة 5 في الدستور اللي بتتكلم عن ان التعددية السياسية والتعددية الحزبية هي اصل النظام السياسي في مصر. النهاردة واحنا بنتكلم في هذا الامر بنقدم مقترح في هذا الاتجاه، وعندنا عدد من الملامح لهذا المشروع من خلال معالجة التمويل، سواء بالنظر لعودة التمويل المباشر للدولة كما كان معمول به في الدولة الوطنية المصرية حتى تعديلات مارس 2011، أو منح بعض الامتيازات المقدمة للجمعيات الأهلية في التمويل مع مراعاة خصوصية الأحزاب السياسية، لأن مش كل الامتيازات ينفع تقدمها وفقا لتلك الخصوصية. بنتكلم في مسألة وجوب ان يبقى في ضوابط للممارسة السياسية للأحزاب أثناء فترة التأسيس وقبل الحصول على الشخصية الاعتبارية في الممارسة السياسية. بنتكلم عن دور للجنة شؤون الأحزاب في حل النزاعات الداخلية في الأحزاب السياسية والرقابة، أو بأي شكل من أشكال باعتبارها لجنة قضائية، على بعض القرارات التنظيمية حتى لا نقع في مسألة المحاباة أو المغالاة في القرارات التنظيمية. في العديد من الأمور اللي لو تم ضبطها في القانون هيستقيم على أساسه الممارسة السياسية والحزبية حتى تليق بقانون جديد يليق بالجمهورية الجديدة في تقديم.